فالضيف اللي ولا فيتالي اللي معنا اليوم في الجزء الثاني من البرنامج ديال جينيراسيون 2 هو ستان رابور اللي تبارك الله معروف في المغرب ايضا كيف ما تنقولوا فكل شيء تعرفوا علاش لانه خدم تقريبا مع بزاف ديال لي زارتيست ايضا الاغاني ديالو واعره بزاف اليوم معنا ويست وين جاي ماشي بحال انت ما نيكس وين جاي ماشي بحال انت مانيكس واش مرحبا بك توب عليك مو فخير كلشي مزيان الحمد لله وانت اش اخبارك احنا خويا مع الوقت الحمد لله الحمد لله قول لي منين غادي نبدا واش منين غادي نبدا واش غادي نبدا من شحال هادي ولا نبدا من الوسط ولا نبدا من دابا عزيزي اللي بغيتي نبداو من دابا دابا كلشي جديد دابا داكور كلشي جديد لا دابا سور كيف ما قلت في الاول فانت تبارك الله عليك رابور كومبوزيتور درتي لا برود هادشي غادي نتكلموا عليه بيان سور فغني على التعريف خدمتي مع بزاف ديال لي زارتيست كما تنقولوا دي رابور مغاربه ايضا دي رابور انترناسيونال كلشي كيعرف ويست كلشي كيعرف يعني العلاقه ديالو اللي عنده مع الدراري اللي كاينه دابا فقبل ما نقول لك يعني ويست نتكلموا على الجديد ديالك وايضا شنو كتبريباري ايضا كيف ما تنقولوا بوكو تي شونجي ديك لا كاسكيت ديال من الرابور ولتي بلوتو كومبوزيتور درتي لا برودكتور ولكن اليوم ويست كيما تنقولوا ملي دخلتي الراب الموفمون كي جاك ملي دخلتي الراب ابخي ليفولوسيون ديالو يعني كيما تنقولوا بعجاله لا جي رمارك فريمون لاحظت كو لا جونيس هي اللي خدات لي كوموند زعما كانوا افون لي جون كيتسناو شي ستوديو يمشيو يسجلوا فيه دابا ولاو لي جون كيديروا ستوديو ديالهم في الدار وكلشي كيسجل عنده دابا ولاو الماتيريال ساهل كلشي يقدر ياخذو دونك ولات واحد ديموكراتيزاسيون ديال السيستيم ديال لا برودكسيون اللي خلات لا جونيس كامله فريمون دير هاد الموسيقى على راحتها بيان سور كيف ما قلتي القضيه مهمه بزاف علاش انه واحد الوقيته فيما كنا كنسمعوا اي رابور مثلا اللي كاينين دابا فيكتي انا عند ويست فعند ما سجلتي انا عند ويست انا جيك انا جيك شي واحد البلاصه تقريبا في بلفيدير شي حاجه بحال هكا بلفيدير سيتا بلفيدير كيقول لك شوف عرفتي عند ويست غتجي لواحد المورصو عرفتي واحد الفيو كي دايره تما كطلع المرسه نيشان ديزيام ايطاج اون فاس مع تريبينال 69 شحال هادي اكزاكتومون دونك تما كيما تنقولوا كانوا بزاف ديال لي رابور اللي دازو نقدر نقولوا اللي كاينين دابا اللي معروفين دونك تي بارمي داك لي جون لي بروميير لي جون اللي كيما تنقولوا اللي انا بحال قلتي تلاقيت سبحان الله سي بحال هكا سي لا في فواحد لا بيريود ديال حياتي مع شي ناس اللي كل واحد كان عنده طموحات في هادشي شو و انا كان عندي داك الاستوديو قلت بوركو با فوالا اون ميم طون لو رابو هذا لو تانك داكشي ديال كاملين على ليبوك قبل من هادشي كنت كنخدم مع بيز ميكرز وكان هاد السيستيم ديال اخوه ديال بليزيوغ بيرسون فرقة الكرة كدير الراب فهمتي دونك ولفت هاد اللعيبة هادي ديال الاستوديو ديما خصو يكون عامر داكور واش ما كانش كيخلق لك مثلا مشاكل في لافي ديالك بيرسونيل اكسيتيرا مع لا فامي الجيران اكسيتيرا الجيران وي وصلوني شي هادشي علاش مشيت لضربو هزا اخويا باسكو امبوسيبل كازا مي شوف حنا اون دي جون ما عندناش فريمون لي مويان نحطو استوديو كبير فهاديك لا بيريود دونك كنا بحال هكا عشوائي داكشي كنتلاقاو بالليل كنديرو مزيكا مي لو فوزيناج ما يقدرش فريمون يفهم داكشي بيان سور وكما تنقولوا يعني واخا كانوا ديك لي كونديسيون يعني كانوا صعاب واحد شويه ولكن هادشي سان امبيش با كو كانت يعني كانت كاليتي واعره واه كانت كاليتي زوينه بزاف نقدروا نقولوا اليوم ويست يعني كما تنقول هاد لو سافوار فير اللي عنده هو منين تعلمتي شنو هما لي سورس ديسبيراسيون ديالك كيفاش كما تنقولوا حتى كونتي هاد لا باز هادي تعلمت بزاف اوتوديداكت في يوتيوب دونك من صغري فريمون ماشي غير كندخل التوتوريال وكنتفرج فيه كانت شد ورقه وستيلو كنشوف دي كونفرنس على هادشي ديال الميكساج والكيك كيفاش خصو يتميكسا ولا فوا كيفاش خصها تكون و فيغ ا ميزور بحال قلتي جي اكي اون اكسبيريونس ولكن ديك الاكسبيريونس ما كتاخذهاش من يوتيوب سي ا فورس انت كدير بروجي كتخرج وكتسمع كون درت هادي المره الجايه ما ديرهاش اكسترا اكسترا اللي خلى دابا جي كري بحال قلتي واحد لا سونوريتي لي فوالا دابا فهمتي بزاف دوطخ ستوديو دوط جون كنشوفهم كيزوتيليز دابا نفس لي زيفي نفس العيبات وتبارك الله عليهم بون كوراج وهادشي ما كيدرونجيكش انت دونك لا لو راب سي البارطاج لو راب خصو ما كانش البارطاج ما كاين والو نو سي با كيسيون دو بارطاج البارطاج مزيان ولكن ما كيدرونجيك مثلا كتلقى شي حاجه ايدونتيك داكشي ديالك انت نو حيت واخا نعطيهم كلشي اللي كنعرف غدا غنعرف شي حاجه اخرى بيان سور دونك ديما تبقى وي سي ويست تو سامبلومون بيان سور يعني ملي كنتكلموا على ويست كنتكلموا على
يعني ان رابور ماروكان اللي كيرابي بالفرنسي. دونك هادشي في الاول ديالك يعني كنعرفوا بزاف ديال لي تراك ديالك اللي كتخرج فيهم بالفرنسي. واش ما لقيتيش شي مشكل انه لودونس ديالك كانت صغيره واحد شويه؟ فري كاينه الهضره هادي. سي بور سا كو بغيت نجرب شويه الدارجه وعطيت لراسي كمان واحد عام جربت ضحكت بون. شنو الفيدباك الفيدباك اللي كان عندنا؟ لا تري بون فيدباك، تري بون فيدباك الحمد لله. مي انا انسيغمون ملي كندير الموسيقى سي با فريمون باش نوصل لشي حاجه، ما بغيتش غير نوصلها هي. فوالا بنادم كيعجبني اخوتي وصحابي اللي حدايا يقول لي هذاك الشيء موت شمسي مزيان لي بون كومونتير لي تروك، هادشي اللي كاين بور لانستون. مي راه خدام في شي لعيبات باقي اللي غندير ان بون ميلونج ما بين الدارجه فرونسي، باسكو حنا في واحد العالم كنتسناو ديما من الاخر يكون اون سول فاس، الوغ كو حنا فهمتي اون كري اون دي زيتر هومان فريمون بليزيور فاس فينا. دونك il faut les exploiter. ما غاديش نخلي راسي غير في واحد اللعيبه، الا بغيت ندير نرابي بالجابوني الا قدرت عليها نرابي بها. اي ما كاينش مشكل. با بروبليم. بيان سور. هادشي اللي خلينا نقولوا انه مثلا في فرنسا كانوا اللي كيتبعوك من فرنسا من كاين شويه شويه، مي باقي ما فريمون ما عطيتش الوقت راسي لهذا الشيء، باسكو كما قلت لك كنت في واحد لا بيريود اللي شفت واحد لوغاب ماروكان فريمون بزاف ديال الدراري كانوا فريمون بغاو يعطيو لاطاك. وقفت معاهم وصا سي بيان باسي. دابا رجعت شويه للور فهمتي، لقيت راحتي في ضرب وعزان نقلب شويه على داك الشيء اللي بغيت ندير. داكوغ دونك سيتي نقدروا ضرب وعزان سورس انسبيراسيون الويست. وي انا بودي بوردر فهمتي، داكوغ البلانشا لي بار مزل نضرب شي مويجاج وطلع شي جن. يا سلام يا سلام.